كيدخل بلي الجاويه يسمعوا شعبي يذوقوه بزاف شعبي. منا لي يديو الكلام. كاين انا حبيت الحقل هذه. كاين واحد يسميه ابو علان بوزوزو الله يرحمه ما شفناش عليه حنا ابو علان بوزوزو. واش تقول الاستوى تاعو؟ ابو علان القاضي هو اللي خرج الغنايه باللارنج. صح. يا باللارنج كان يديو منا شيوخه كان نتاع الجزائر كان يديو منا بجايه. كان يلحن ويكتب. يلحن ويكتب كان قاضي هو. وعندنا الشيخ البجاوي الشيخ صادق البجاوي الشيخ صادق البجاوي عنده معهد هنا او غالق دوك لازم العشيه تلقاهم تما تلقاهم يريبيتي وكلش. وعندنا شبان ما شاء الله زاماتور شعبي زاماتور عندنا واحد حبيبنا دوماجيني بالا واسمه مراد زيديري ربي يشفيه مريض مريض كان واحد كان واحد الى بري لو الى اي لو برومي بري شعبي اماتور اللي يخدم كيما الهاشمي ها هو ماشي هذاك وهذاك اسمه ثالث ناس هذاك اسمه هذاك اسمه طارق عياد طارق عياد هذاك انا هذاك سمعته قول الهاشمي هذاك اللي هذاك اللي هذاك اللي القصر القصر اللي واد غير واد غير مي شيخ مراد زيديري ما كانش عبارو عنقاوي عنقاوي كيما انا شيخ انا كاع تسمعوا شعبي الواحد باش يسمع دوماج ما جيتوش في رمضان انا 30 يوم تاع رمضان غير شعبي انا دخل القهوه تشوف شكون قصر قصر كمال كمال بوردي عبد القادر كاع جازوا منا وهنا بكري وهنا بكري كانت واحد القهوه عيطوا لها قهوه القصب انا ما شفيت لهاش انا اللي يجيو لي قرون كيما الحاج مريزاق العنقاي كانوا يجيو انا القهوه ما فيها وعندنا الشيوخ الكبار اللي ماتوا كيما الشيخ بو علي مشنوف عمر بن عتي هادو كاع هادو سيدي الشعبي معليش نعطيكم واحد السؤال بصح شويه محرج وشكون هو الشيخ تاع يعني في بجايه الشيخ اللي كيما نقولوا قال هذا بلان الجزائر بداو يقولوا له ماتر زعما العنقام بعد مريزاق وبعد نروحوا حتى تاع نروحوا حتى بورحله زعما ندخلوا في بجايه قال لو ماتر تاع الشعبي في بجايه سي فلان لا لا من ليزونس ما مات ما توفى قال الاول شعبي دابا على مقاضي وعلى مقاضي في الكتيبه ولا الديوان الديوان صح لي زعما تشيخو معاه ماشي ما لحقتش بها انت ولا قال هذا في الشعبي في بجايه كاين بو علام شنوف باغ اكزومبل بو علام شناحي